ملعب فريولي في أودينة 20,000 متفرج. بيرغونزي هو الحكم الذي أدار المباراة. شاهدنا مورينيو، شاهدنا ستانكوفيتش، وتبدأ المباراة سريعا بالنسبة لأودينيزي. دي ناتالي، كرة ذكية باتجاه بيبي، هدف التقدم. هدف التقدم سريع جدا، مفاجئ جدا هذا الهدف نظرا لسرعته. لم يكن ينتظر أحد أن يبدأ أودينيزي بهذه الطريقة. بعد دقيقتين فقط بيبي يهزم جوليو سيزار وأودينيزي في المقدمة، لكن رد إنتر سيكون سريع رائع ومدوي هذه التسديدة من بالوتيلي. اسم مورينيو لكنه راض جدا عن هذا الهدف، وكالعادة لا يفرح بالوتيلي، غريب جدا، لم يسبق لكرة القدم أن شهدت لاعبا لا يفرح عندما يسجل الأهداف أبدا على الإطلاق. هذا أمر لافت جدا، غريب جدا بالنسبة لبالوتيلي. بعد ذلك هدف من أروع ما يكون لإنتر، مايكون بالوتيلي في الدقيقة السادسة، مايكون في الدقيقة 21، كرة ممتازة يسدد داخل المرمى. الهدف الرابع لمايكون هذا الموسم. مشاهد تسديدة مايكون لم تعطي أي فرصة لأندانوفيتش، ثم إنتر يواصل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، ميليتو يضرب من جديد. الهدف الخامس عشر، يتفوق في الشوط الأول على دي ناتالي المهاجم ميليتو، يسجل الهدف الخامس عشر، يقلص الفارق مع دي ناتالي إلى 3 أهداف. مارينو يبحث عن الحلول في الشوط الثاني، سيحصل عليها سريعا مع ضغط كبير ل أودينيزي، وهذه الكرة سقوط في منطقة الجزاء. الحكم لا يحتسب ركلة جزاء، لإعادة أثبتت أن شنايدر ارتكب خطأ على جوادرادو. عموما تستمر محاولات أودينيزي، هذه الكرة خلفية وتسديدة ترتد في المرة الأولى، المتابعة قوية، يتصدى جوليو سيزار ببراعة. هذا إينلر، نشاهد تسديدة دي ناتالي. دي ناتالي من ركلة حرة يسدد، لمسة يد، الكرة داخل المرمى، لكن الحكم كان احتسب ركلة جزاء لأودينيزي. للحظة لم يفهم ماذا حصل، يبتسم مورينيو، لكن واضح قرار الحكم، لمسة يد واضحة جدا على بالوتيلي. ركلة جزاء، يتقدم دي ناتالي يسجل الهدف التاسع عشر له هذا الموسم، يعيد الفارق مع ميليتو إلى 4 أهداف، ويسجل يزيد من رصيده في الأهداف. ثم يطالب أودينيزي بركلة جزاء كان ممكن أن يحصل عليها، لمسة يد على ستانكوفيتش أيضا. ثم إنتر في الدقائق الأخيرة يضغط، هذه كرة عالية، يتصدى ببراعة أندانوفيتش. الدقائق الأخيرة ستشهد إثارة لافتة من جانب أودينيزي، خاصة بيبي يسدد، يتصدى جوليو سيزار ببراعة، وفي وقت يغادر فيه مورينيو يطلب من جمهور أودينيزي أن يصمت. هذا أمر لافت كان من مورينيو، وفي الثواني الأخيرة العارضة تنقذ جوليو سيزار. يفرح مورينيو، إنتر يعود إلى ميلانو بنقاط المباراة الثلاثة، فوز مهم جدا لإنتر، الأول بعد 3 تعادلات كما ذكرنا، وهذا على المستوى المعنوي يفيد كثيرا للفريق بعد فوزه في دوري الأبطال على تشيلسي. الآن يعود إنتر ليرتاح قليلا في الدوري.